اهلا بيكم في برنامج كيمتولوجي، معاكم محمد محي. حلقتنا النهارده بعنوان السبع سنين العجاف. السبع سنين العجاف هي جمله غالبا لما اي حد فينا يسمعها ممكن يفكر في قصه النبي يوسف عليه السلام المذكوره في الكتب السماويه، وده شيء طبيعي جدا. تفاصيل القصه كلنا عارفينها، وهو حلم الملك اللي يوسف الصديق فسره بان مصر هتواجه سبع سنين عجاف، وهو التفسير اللي جنب مصر اهوال المجاعه دي بعد كده، وكان سبب مباشر في ان النبي يوسف يكون ليه شان كبير جدا في مصر القديمه. طيب بما ان القصه واضحه جدا بالشكل ده، وتاريخ مصر القديم المدون نعرف جزء كبير منه، ليه ما نحاولش نطابق القصه الدينيه بالتاريخ علشان نعرف حصلت امتى وفي عصر اي ملك؟ في الفيديو ده انا مش هتكلم عن القصه كلها، انا هحاول اطابق اللي نعرفه من التاريخ المدون فيما يتعلق بالسبع سنين العجاف مع قصه النبي يوسف عليه السلام. اول سؤال منطقي وبديهي جدا ممكن نساله هو: هل تاريخ مصر القديم ذكر فعلا مجاعه امتدت في مصر لمده سبع سنين ولا لا؟ الحقيقه ان الاجابه ايوه، ده حصل مرتين في تاريخ مصر القديمه، مش مره واحده، او على الاقل مرتين مدونين ونعرف عنهم. خلونا نتكلم عن الواقعتين الاول، وبعد كده في اخر الفيديو ممكن نشوف هل ممكن نربط ما بينهم وبين قصه النبي يوسف ولا لا. اول اثر معانا هو اثر اسمه لوحه المجاعه. لوحه المجاعه دي هي عباره عن قطعه جرانيت ضخمه اتقطعت بشكل مستطيل موجوده في جزيره سهيل في اسوان. اللوحه مقسومه لجزئين، الجزء اللي فوق منها بيصور ملك مصري بيقدم القرابين لثلاثة من النترو المصرية اللي بنقول عليهم آلهة دلوقتي. الملك هو الملك نتريغت أو زوسر، بيقدم القرابين لخنوم رع وساطت وعنقت، اللي كان بيجمع بينهم إن هم أرباب متعلقين بالفيضان وبمنطقة جنادل النيل. الجزء اللي تحت من اللوحة هو عبارة عن نص مكتوب بالخط الهيروغليفي، وهو أحد خطوط كتابة اللغة المصرية القديمة. اللوحة عبارة عن مرسوم ملكي موجه من الملك زوسر إلى حاكم المقاطعات الجنوبية وزعيم النوبيين. الملك فيها بيؤمر بمنح ريع أراضي بمساحة واسعة قريبة من جزيرة إليفانتين إلى معبد خنوم الموجود بالجزيرة، كذلك بيمنح المعبد حصة من الواردات اللي جاية من النوبة. كمان بيؤمر بمنع أي وزير من فرض ضرائب على المعبد أو إصدار أوامر ليه. السؤال هنا اللي ممكن الناس كلها تسأله: علاقة ده بالمجاعة أصلا؟ النص على اللوحة بيقول إن في العام 18 من حكم الملك زوسر حصلت فعلا مجاعة في مصر. مصر كلها كانت في حزن، المعابد مقفولة، الناس بتسرق من بعض، الأكل قليل جدا، وده كله بسبب إن النيل مفضش بقاله سبع سنين. يعمل إيه الملك زوسر علشان يتغلب على المشكلة دي؟ جمع مجلس الحكماء واستشار كبير كهنة إمحتب بسؤال محدد: النيل بيتولد فين ومين الإله المتحكم في المنطقة دي؟ الكاهن بعد رحلة إلى المعبد وبحث في النصوص المقدسة رجع للملك وقال له إن النيل منبعه هو جزيرة إليفانتين، وإن المتحكم في الفيضان هو الإله خنوم. الملك زوسر لما عرف كده فورا قام بتقديم القرابين للإله خنوم وكل الآلهة اللي معاه في المعبد في إليفانتين، وبالفعل دعوات الملك زوسر تمت إجابتها. الإله خنوم بنفسه ظهر للملك في الحلم ووعده بإنهاء المجاعة، وهو اللي حصل فعلا وانتهت المجاعة وعم الفرح البلاد. نيجي بقى للتعليق على اللوحة نفسها. أولا، طريقة كتابة اللوحة والمصطلحات اللغوية المستخدمة فيها عرفت علماء الآثار إنها بترجع لفترة تاريخية بنسميها العصر البطلمي، وده معناه إن اللوحة مكتوبة من أكتر من 2200 سنة، بتحكي عن واقعة حصلت من أكتر من 4600 سنة. علماء الآثار اختلفوا على حاجات تانية، وهي هل إن القصة المذكورة في اللوحة بالكامل من تأليف كهنة معبد خنوم لأن هم أكتر جهة منتفعة من المرسوم ده، ولا إن القصة ليها أصل قديم، ولكن ده احتمال ضعيف جدا لأن مفيش آثار من عصر الملك زوسر بتؤكد الكلام ده. الخلاصة إن لحد دلوقتي مفيش أي رابط يربط ما بين قصة النبي يوسف وما بين النص المذكور في لوحة المجاعة، سواء في التفاصيل أو حتى النتائج. الأثر التاني اللي بيذكر سبع سنين عجاف مروا بمصر هو بردية اسمها كتاب المعبد، وهي البردية رقم D6319 واللي ترجمها عالم الآثار جي اف كواك. البردية بترجع للعام 237 قبل الميلاد، يعني زي لوحة المجاعة بترجع للعصور البطلمية، مكتوبة بالخط الديموطيقي وهو أحد خطوط كتابة اللغة المصرية القديمة، وبتتكلم عن الطريقة المثلى لبناء المعبد، وظائف الكهنة اللي فيه، والطقوس اللي بتتم جوه المعبد، علشان كده كواك سماها كتاب المعبد. البردية بالإضافة لكده بتحكي عن قصة عن الأمير جدفحور ابن الملك خوفو من الأسرة الرابعة، وإن مجموعة تحت إشرافه لقوا غرفة سرية مختومة بختم الملك نفر كاسوكر، وده ملك حكم في الأسرة التانية. جوه الغرفة عثروا على بردية فيها تقرير بيقول إن في مجاعة امتدت لمدة سبع سنين حصلت في عصر الملك نفر كاسوكر بسبب قلة منسوب النيل،
وبتقول البردية ان المشكلة اتحلت بعد ما الملك جاله وحي الهي في الحلم بيطلب منه ترميم جميع معابد مصر، وبالفعل الملك عمل كده واتحلت المشكلة. وبينتهي التقرير اللي في البردية لحد كده بنفس طريقة لوحة المجاعة. الفرق الزمني ما بين تدوين النص وما بين القصة اللي بيحكيها أكتر من 2500 سنة، ده غير تشابه النتائج ما بين القصتين، وهي أن الاهتمام بالمعابد بيجنب البلاد الكوارث. أما تشابه برضية كتاب المعبد مع قصة النبي يوسف فهو أمر مستبعد للأسباب اللي ذكرناها قبل كده. الخلاصة أن محاولة الربط ما بين جزئية السبع سنين العجاف في قصة النبي يوسف مع تاريخ مصر القديم لم تنجح حتى الآن، والإجابة الأقرب لزمن حدوث القصة لحد دلوقتي هو الله أعلم. وأكيد في أمل كبير في المستقبل إن إحنا نلاقي أثار تقدر تعرفنا القصة حصلت إمتى تحديداً في تاريخ مصر. وبالنسبة للمراجع هتلاقوا في الديسكريبشن، وهتلاقوا فيها معلومات أكتر بكتير من اللي أنا قلته. ما ننساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة، وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة. أشوفكم في الحلقة الجاية.